بص هقول لك حاجه. في موقف ده انا اتعلمت منه كتير واثر في حياتي جدا. اما جيت بعد ما اتخرجت قعدت فتره كبيره جدا ما بشتغلش ومش عارف اتصرف ازاي وقلت الكلام ده قبل كده يعني قلت وبعدين قررت ان انا هسيب المهنه خالص وهشتغل اي حاجه وهسافر وبتاع والكلام ده. بعض الاصدقاء يعني اللي انا صعبت عليهم يعني بنقعد مع بعض على طول فقالوا لي يعني انضل ما انت برضو ما تقعدش عمال تتشرط وتقول انا لازم يجي لي دور كبير عشان اثبت بيه نفسي وانا لو جالي دور مشهدين انا هعمل بيهم ايه والكلام. كنت دايما بقول كده يعني بقول انا دلوقتي لو عايز اثبت نفسي جالي مشهد خلاص المخرج من خلال المشهد ده هيعرف انا كويس ولا وحش. كانت وجهة نظري كده يعني. فالمهم فقعدوا يزنوا عليا يعني لما يجي لك مشهد ولا مشهدين اعمله يعني ما جراش حاجه يعني. وانا بس ما كنتش مقتنع. في الوقت ده بالذات جالي مع دكتور خالد بهجت كنت انا لسه تقريبا متخرج بقالي سنه او حاجه زي كده يعني. جالي مشهد في مسلسل كان بيعمله يعني كان اول مره اقول الموقف ده باسماء وحاجات كده يعني. قعدت كان مشهد ظابط بيحقق وبتاع ومش عارف ايه وكده. فقعدت انا مش مقتنع ما عنديش الرغبه يعني ما عنديش الفكره ان انا اطلع واعمل مشهد مش قادر دماغي مش قادره تستوعب الفكره يعني عارفه لا السب كونشس قادر يستوعب ولا اللي قدام قادر يستوعب ولا قلبي قادر يستوعب. فالمهم قلت ايه لا ده كلام اطفال وكلام عيال صغيره انا هشتغل بالشكل فكره الاحتراف دي ان انا اعمله تحت اي ظرف تحت اي مبدا تحت اي كلام انا هعمله يعني هعمله. هو كان المشهد تقريبا صفحه ونص كان ظابط بيحقق تمام. فقعدت يومين انا بقى قبلها في المعهد بقى ما اقولكيش مثلا بحفظ هاملت دوت مثلا المونولوج الواحد 6 صفحات مش عارف ماكبث المونولوج بتاع الخنجه هذا خنجر يلوح لي 3 صفحات لير بيقول بال9 صفحات وكل دول كنت حافظهم يعني ما عنديش مشكله الحمد لله في فكره انه ايه الحفظ. المهم قعدت استغربت جدا لما جيت احفظ المشهد ده مش راضي يتحفظ. فقعدت 3 ايام بحفظ صفحه لغايه ما وصلت في حته كده اقنعت نفسي ان انا كده حفظته انا كده تمام خلاص. اتصل بيا مش عارف ايه انت عندك تصوير بكره الساعه 6 مش عارف ايه تمام وانا حافظ تمام حافظ. انا بقالي 3 ايام بحفظ صفحه انا اساسا كنت يعني الدكتور يخش بدايه يحفظ لنا المونولوج ده 4 صفحات يخرج من يرجع يحفظه فخلاص الموضوع منتهي بالنسبه لي. فكنت حافظ طبعا بقالي 3 ايام بحفظ وبتاع يلا مش عارف ايه رول 5 4 5 3 2 1 اكشن. انا اسف معلش كات. طيب تاني يلا 5 4 3 2 1 اكشن. فيش اتعاد الاكشن دي بالبتاع ده وابتدى بقى يحصل افقفه والتفتفه دي مثلا قولي في ال 19 مره مثلا 21 مره لدرجه انه الناس اللي هو ايه يعني ده حمار مش عارف يعمل حاجه وبتاع وقال ايه خريج معهد وخريج مش عارف ايه الكلام مش عارف ايه وحاجات كده يعني. ويوميها طبعا طبعا قالوا لي طب يا حبيبي ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.